نهار القاهرة السيدات والسادة في كل مكان، مرحبا بكم ومرحبا بك زميلتي فاطمة. مرحبا بك عمر. السيدات والسادة أهلا بحضرتكم، هذه نشرة الظهيرة وإلى التفاصيل. نددت سوريا بالهجوم الأمريكي الذي استهدف مناطق داخل أراضيها، مؤكدة أن واشنطن تؤجج الصراع في المنطقة. وشددت وزارة الدفاع السورية على أن ما وصفته بالاحتلال الأمريكي لأراض سورية لا يمكن استمراره، وأشارت وزارة الدفاع السورية إلى أنها ستواصل حربها ضد الإرهاب حتى القضاء عليه وتحرير كامل الأراضي من جميع أشكاله. من جانبها رأت وزارة الخارجية السورية أن الضربات الأمريكية تعد انتهاكا جديدا لسيادة البلاد، يندرج ضمن سلسلة الانتهاكات التي دأبت الولايات المتحدة الأمريكية على ارتكابها في سوريا على حد تعبيرها. وفي بغداد نفى رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني قيام الولايات المتحدة بالتنسيق للضربات الجوية مع حكومته، وصفا تلك المزاعم بأنها أكاذيب. وقال السوداني إن الهجوم الأمريكي عدوان جديد على سيادة العراق، مؤكدا أن التحالف العسكري بقيادة واشنطن يهدد الأمن والاستقرار في العراق. وأوضح رئيس الوزراء العراقي أن الضربات الأمريكية أدت إلى مقتل 16 شخصا وإصابة 25 آخرين بجراح. وفي لندن وصفت الحكومة البريطانية الولايات المتحدة بأنها حليف راسخ، قائلة إنها تدعم حق واشنطن في الرد على الهجمات التي استهدفت قواتها مؤخرا. وندد بيان صادر عن الحكومة البريطانية بما اعتبره نشاطا إيرانيا مزعزعا للاستقرار في أنحاء المنطقة، بما في ذلك دعمها السياسي والمالي والعسكري لعدد من الجماعات المسلحة. من جانبه قال وزير الخارجية البولندي إن الضربات الأمريكية تركزت على أهداف مرتبطة بإيران في المنطقة بعدما تعرضت مصالح واشنطن للخطر. وكان البيت الأبيض قد أعلن نجاح الضربات الأمريكية التي استمرت نحو 30 دقيقة على أهداف في سوريا والعراق، مشيرا إلى أنه أبلغ الحكومة العراقية قبل شنها. وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون أن الضربات الانتقامية استهدفت قوات من النخبة الإيرانية وفصائل موالية لطهران في العراق وسوريا. وأضاف البنتاغون أن تلك الهجمات جاءت ردا على ضربة بطائرة مسيرة قبل أيام أسفرت عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين في الأردن، مشيرا إلى استهداف مواقع تابعة لفيلق القدس الإيراني وميليشيات تابعة له في سوريا والعراق. كما أشار إلى أن المواقع المستهدفة شملت مراكز قيادة وتحكم وتجسس ومواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيرة. ومن جانبه أفاد المرصد السوري بمقتل 18 مسلحا مواليا لإيران في الضربات على سوريا، مشيرا إلى أنها استهدفت بادية الميادين في شرقي البلاد. يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن غدا جولة جديدة في منطقة الشرق الأوسط تستمر حتى الخميس المقبل، بهدف العمل للدفع باتجاه صفقة تؤدي لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة والتواصل إلى هدنة إنسانية مؤقتة تسمح بإيصال مستمر ومتزايد للمساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة. وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجولة ستشمل مصر وإسرائيل والضفة الغربية والسعودية وقطر. استشهد 19 فلسطينيا غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم 120 على التوالي. وأفادت مصادر طبية باستشهاد 18 فردا في قصف طائرات الاحتلال الحربية لـ3 منازل في مدينتي دير البلح ورفح وسط وجنوب القطاع. كما استشهد رجل جراء إصابته برصاص قناصة في حي النصر بمدينة غزة. واعتقلت قوات الاحتلال عشرات المواطنين من تل الهوى، وأجبرت آخرين على إخلاء منازلهم والنزوح إلى دير البلح.
وقالت قوات الاحتلال إنها دمرت أيضا عددا من المربعات السكنية وتواصل حصار مستشفى الأمل في خان يونس. بهذا ترتفع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى أكثر من 27,238 شهيدا وأكثر من 66,452 مصابا. تواصل مصر بذل جهودها لضمان سرعة واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي غزة عبر ميناء رفح البري، وتحرص الدولة المصرية على استمرار فتح معبر رفح جنبا إلى جنب مع تخصيص مطار العريش الدولي لاستقبال شحنات الإغاثة الجوية القادمة من الخارج، وذلك للحد من الأوضاع بالغة التدهور التي يعانيها سكان قطاع غزة على نحو يتسق مع الموقف المصري الثابت في دعم الأشقاء بفلسطين. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العريش مراسل أخبار مصر أحمد سعد الدين. أحمد، بعد التحية، ما هو الجديد لديك بخصوص تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة؟ تحية لك عمرو وتحية للمشاهدين الكرام. يعني بالفعل يوميا نصبل العديد من المساعدات الإنسانية سواء من داخل مصر أو من خارجها، سواء من المساعدات التي تأتي عبر الطريق البرية أو الموانئ البحرية سواء في مدينة العريش ميناء العريش أو كذلك موانئ مدن القناة وأيضا مطار العريش الدولية الذي استقبل بالأمس طائرة سويسرية هبطت إلى مطار العريش بها مساعدات طبية تقدر ب 12 طنا من هذه المساعدات. بالأمس استقبلنا أيضا وفد يأتي من دولة سويسرا، هذا وفد رفيع المستوى، يعني كان على رأس هذا الوفد مدير الوكالة السويسرية للتعاون والتطوير باتريك دانزيا، وكذلك كان يرافقهم السفيرة السويسرية لدى القاهرة إيفون باومان. يعني بالفعل الوفد زار المركز اللوجستي التابع للهلال الأحمر وتحدث مع شباب الفريق الهلال الأحمر المتطوعون يعني للتعرف عن آلية العمل داخل المركز اللوجستي وكيفية إعادة ترتيب الشاحنات حتى تتمكن من النفاذ من المعابر الخاضعة لسلطة الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك اطلعوا على قسم المرفوضات الذي به العديد من المرفوضات من المساعدات الإنسانية التي رفضها الاحتلال الإسرائيلي في إنفاذها كمساعدات طبية مثل أنابيب الأكسجين وغيرها من المكونات من المساعدات الطبية التي تحتوي على المعدن أو الحديد أو غيرها. أيضا اليوم بالفعل انتقل هذا الوفد رفيع المستوى من دولة سويسرا إلى معبر رفح البرية حتى يروا ويطلعوا على أرض الواقع على حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل عبر منفذ رفح البرية. اليوم هو عطلة في المنفذ منافذ التفتيش الخاضعة لسلطة الاحتلال الإسرائيلي، ولكن مصر تحشد كافة الشاحنات تباعا تدخل كقوافل قبل معبر رفح البري وبعد معبر رفح البري حتى تكون جاهزة. نعم، عند أحمد. الدخول من المنافذ التفتيشية حتى لا يكون هناك أي فجوة زمنية في إدخال هذه المساعدات تباعا إلى غزة، ولكن نؤكد دوما أن معبر رفح البري يعمل طيلة أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة ودوما ما نستقبل الإصابات. بالأمس استقبلنا 27 حالة من الإصابات واليوم نستقبل أيضا عدد من الإصابات النازحين من قطاع غزة لتلقي العلاج هنا في المستشفيات المعنية بتقديم الرعاية الطبية لهم واستضافة ذويهم طيلة فترة الاستشفاء. أحمد سعد الدين مراسل أخبار مصر كنت معنا من العريش. نستأنف تقديم نشرة الظهيرة وعودة للأوضاع في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل. وفي هذا الإطار خصصت دولة الإمارات العربية 5 ملايين دولار لدعم جهود سيغريد كاج كبيرة منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة. جاء ذلك بعد أن أوقفت الدول المانحة تمويلها للأونروا في وقت سابق بعد مزاعم بأن حوالي 12 من عشرات الآلاف من موظفيها الفلسطينيين يشتبهوا في تورطهم في هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حركة حماس على إسرائيل. أوقفت الشرطة الفرنسية رجلا اشتبهت في هجومه بسكين على عدة أشخاص في محطة للقطارات في العاصمة باريس،
وبحسب حصيلة أولية صادرة عن الشرطة تسبب الهجوم الذي وقع صباح اليوم بإصابة شخص بإصابة خطرة وشخصين آخرين بإصابات طفيفة. جدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على أهمية تعزيز اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس لجهودها المقدمة في المجال الطبي، لا سيما تلك الجهود الخاصة بالتعامل العاجل والفعال مع الاستغاثات والحالات التي تتطلب تدخلا سريعا بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية. جاء ذلك خلال متابعة رئيس الوزراء لجهود اللجنة خلال شهر يناير الماضي من خلال تقرير مقدم من المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء رئيس اللجنة الدكتور حسام المصري، الذي أوضح أن مجهودات اللجنة الطبية العليا والاستغاثات شملت على مدار شهر يناير الماضي عدة أوجه، حيث تم رصد 983 حالة بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والاستجابة لها، كما تم صدور 114 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة. أكد فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أكد أهمية دور الفتوى في عالمنا المعاصر كجسر بين النصوص الدينية والواقع المتطور. وفي كلمته خلال أعمال المؤتمر الدولي للفتوى في المجتمعات المعاصرة بسنغافورة، أضاف فضيلة المفتي أن للفتوى قدرة على تقديم تفسيرات سياقية وذات صلة بالشريعة الإسلامية، كما أكد أن الفتوى تلعب دورا مهما في تعزيز مرونة الشريعة وصلاحيتها، كما أن لها دورا بارزا في مكافحة التطرف لكونها تحمل إمكانية كبيرة لتحقيق رؤية متكاملة للتعاليم الإسلامية مع العالم المعاصر. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحتضن مصر في شهر مارس القادم المؤتمر الدولي للسياحة الصحية بشقيها العلاجي والاستشفائي. وقد عقد اليوم مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل المؤتمر ومحاور العمل فيه. ولمزيد من التفاصيل تنضم إلينا مباشرة مراسلة أخبار مصر لمياء موافي. أهلا بك وأطلعينا على أبرز ما جاء خلال هذا المؤتمر. يعني بالفعل بتتواصل حتى الآن فعاليات المؤتمر النهائي للسياحة الصحية، وذلك قبل المؤتمر الذي ستحتضنه مصر في شهر مارس المقبل، ويقع تحت عيد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار يومين، وسيحضره نخبة من الأطباء من مختلف دول العالم، إضافة إلى عدد كبير أيضا من الجاليات المصرية بالخارج. يعني المؤتمر الصحفي أعلن خلاله اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الرئيس الشرفي للمؤتمر المنظم ليه أن مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها من أجل أن تكون واجهة مشرفة وسياحية للسياحة الصحية. فتحدث أن لدينا في جنوب سيناء عدد من العيون الكبريتية، أيضا في سفاجة بالبحر الأحمر، أيضا في أسوان الوادي الجديد، يعني لدينا عدد كبير من الأماكن على خريطة مصر السياحية التي تؤهلها أن تكون لديها الصدارة في هذا المجال، إضافة إلى عدد كبير من المستشفيات المجهزة على أعلى مستوى من أجل استضافة هذا المؤتمر. أيضا تحدث خلال المؤتمر الصحفي دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار سيادة الرئيس الجمهورية للشؤون الصحية، وتحدث أنه لابد أن يكون لدينا خريطة سياحية وعلاجية لملايين السائحين الذين آتوا إلى مصر سنويا من أجل الاستشفاء والحصول على الرعاية في المجال الصحي. ما زال يتواصل المؤتمر حتى الآن، وبتحضره معالي وزيرة الهجرة وعدد كبير من السادة المحافظين. لمياء موافي مراسلة أخبار مصر كنت معنا مباشرة، شكرا لك على هذه المتابعة. في تمام ثانية بتوقيت القاهرة تأتيكم نشرة إخبارية من التلفزيون المصري. نعم فاطمة، كان يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار والبرامج على موقعنا الإلكتروني مسبيرو.إيجي. إلى اللقاء. في أمان الله. We'll be right back.